مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لتسليط الضوء على المسار السياسي والميداني العام بعد عامين من الانقلاب والحرب. من عام إلى آخر تقطع اليمن أشواطا جديدة من مسيرتها في مقاومة الانقلاب واستعادة الدولة، مسيرة ازدادت تحدياتها ليس فقط بالنظر إلى حجم الدمار الهائل الذي حدثته الميليشيا وتصاعد كرة النار في عدد من المحافظات، وإنما كذلك بسبب تصلب المواقف الرافضة لعملية السلام وفق المرجعيات المتفق عليها والتجاذبات الإقليمية والدولية والإسناد الإيراني للحوثيين في إجراءاتهم وتصعيدهم. عاشت اليمن هذه التطورات وسط توجه دولي بتسوية سياسية تكافئ الانقلابيين على حساب الشرعية المعترف بها دوليا وسط هذه الأحداث ومع حلول عام جديد. هل ما يزال السلام ممكن في اليمن؟ نتوقف مع هذا السؤال لنناقشه مع ضيوفنا في هذه الحلقة، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير للزميل محمد القاسم. كبرت الحرب وتحولت إلى ملهاة في خاصرة ضيقة من العالم. هنا في اليمن المتوسطة قلب الجزيرة العربية والمفتوحة على طرق التجارة العالمية، تتصاعد كرة النار فتلتهم في طريقها ما تبقى من حياة. هكذا يبدو المشهد بعد عامين من الانقلاب، نزيف يومي وتداعيات فظيعة على النفس والمعيشة بلغت حدا يصعب معالجته أو إسعافه. فالبلد الغني بالأزمات الفقير لفرص العيش بات جثة متحركة جراء جائحة الميليشيا التي قضت على كل شيء. أفشلت المساعي الدولية لفرض عملية السلام وتمردت على كل الاتفاقيات ونجحت فقط في توسيع رقعة الحرب وتنمية المقابر وملء السجون بالمعتقلين. أربع جولات من المفاوضات شهد العام الفائت ثلاث جولات في بيال السويسرية والكويت، جميعها لم تفضي إلى شيء. كما شهد العام نفسه تحركات دولية مكثفة وحشدا سياسيا كبيرا للدفع بعملية السلام، لكنها تعثرت واصطدمت بتصلب مواقف الانقلابيين، من يحصي المواقف المتمردة على فرص السلام والمشجعة على الحرب، ومن يحصي عدد الضحايا. تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 10,000 شخص وإصابة أكثر من 40,000 آخرين، وتلك أرقام معلنة بينما الأرقام الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير. غير معروف ما الذي سيحمله العام القادم من أرقام إضافية أو فرص حياة. واقعيا لا يمكن التنبؤ بالصورة النهائية التي ستخرج بها مساعي السلام في ظل التحضير لجولة جديدة من المفاوضات المرتقبة، بدءا بتدريب لجنة التواصل والتنسيق المكلفة بوقف النار برعاية الأمم المتحدة، بيد أن الإشارات الأولية تقول إن الحوثيين يخطئون من جديد في تقدير الموقف الدولي والإقليمي، حيث تذهب تقديراتهم إلى أن الإقليم والمجتمع الدولي سيقبل بصيغة ما من التعايش لا تمنع وقوع الجريمة وحسب، بل تلغي السياسة والتنوع وتسوي الحريات بالأرض. ومع هذا التمهيد للسلام المفقود ما تزال النار توقد من كل الجهات، بينما يتذكر اليمنيون أن عام 2016 كان شاهدا تاريخيا على موتهم المعلن، وها هم يقتلون دون أن يرف للعالم جفن. نبدأ النقاش في موضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث مع ضيفنا من الرياض وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي، أهلا بك. أهلا، مساء الخير. بداية، هل ما يزال السلام ممكن في اليمن؟ نعم، وما قامت عاصفة الحزم وعاصفة الأمل إلا لأجل تحقيق السلام. بالتالي كم نحتاج من الوقت لنشهد هذا السلام، وما هي الصيغة التي سيخرج بها؟ أولا بالنسبة للحوثيين، يعني هم لا وجود لهم إلا في وجود إلا في ظل الحرب وفي ظل الإنقلاب طبعا، وهذا هو يعني مجال تخصصهم وعملهم، التدمير وتدمير الأمن وتدمير اليمن أرضا وإنسانا. لكن كل الجهود الخيرة في اليمن وفي الإقليم وفي التحالف العربي هي تسعى لتثبيت الأمن، وسيتأتى هذا الأمن بعد إنهاء الإنقلاب وبعد تسليم الحوثيين للأسلحة التي نهبوها على الدولة واعترافهم الواضح بالشرعية وبالمرجعيات الثلاثة. إذا شيء غير هذا النقاط
فلا مجال الا الحجم العسكري، والحجم العسكري هو طبعا يهدف الى تحقيق الامن والاستقرار. طيب اليوم هل من الحكمة أن تعلق الآمال على مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لإنجاز مكسب سياسي بعد ربما البعض يصف التجربة التي كانت لإسماعيل ولد الشيخ خلال العامين الماضيين بالفاشلة؟ الأخ إسماعيل ولد الشيخ قام جهود كبيرة وحاول قدر جهده أن يوصل يعني الأطراف إلى حلول في إطار الثلاث المرجعيات المعروفة وهي القرار الأممي 2216 الواضحة بنودة ومخرجات الحوار الوطني والبادرة الخليجية المزمنة، ولكن تعنف ورفض الحوثيين وكذبهم وتماطلهم وليس الآن كما عهدناهم بداية تأسيس الحركة هو الذي أفشل جهود الأخ إسماعيل، ولكن ليس فقط ما أفشل المساعي هو تعنت الحوثيين، أيضا هناك قلتم في الحكومة الشرعية في الفترة الأخيرة أن ولد الشيخ تجاوز هذه المرجعيات والقرارات سواء الدولية وأتى بصيغة حل ربما تجاوزت هذه المرجعيات، الآن تقدمتم بمطالبة لأن تكون خطط الطريق تتضمن ملاحظاتكم وتعديلاتكم، ما الذي تم في هذا الخصوص؟ هل استوعبت هذه الملاحظات؟ هل سيجري تعديل؟ يعني اي شيء يعني هناك توافق على انه بالنسبه للمرجعيات الثلاث تعارف عليها يعني عالميا واقليميا ومحليا لا تراجع عنها. واي شيء خارجها يعتبر من باب العبث سواء جاء من اسماعيل او من غيره من المجتمع الدولي. معناه فتح باب صراع جديد واعطى نفس الانقلابيين في مواصلة مشروعهم التدميري. وهذا الذي لا يمكن أن نقبله وسنقف في مواجهته سواء سياسيا ومن هم في الميدان لأن نواجههم على أكمل وجه إن شاء الله. طيب بالنسبة للحكومة والرئاسة ما الذي تمتلكه اليوم من أوراق قوة سواء على الصعيد السياسي أو الميداني؟ أوراق القوة هو إيماننا بقضيتنا العادلة وإيماننا يعني بعدالة موقفنا وأننا نقف أمام عدو تخريبي أتانا بالخراب والدمار من بتوجيهات من الراعية الأولى إيران وحزب الله ويعني قاموا بتنفيذ أجندة خارجية داخل اليمن تدمير المؤسسات اليمنية وتدمير اليمن أرض وإنسان وكل الأعراف والقيم يعني والمبادئ طموها خلف ظهورهم واستباحوا في اليمن كل محرم وهذا بعلم الجميع. فهذه القناعة بعدالة قضيتنا هي أكبر سند وأكبر داعم لنا داخل نفوسنا. اثنين لدينا من الجانب السياسي مرجعيات واضحة، قرارات أممية، مبادرة خارجية متعارف عليها، مخرجات الحوار الوطني ومع الأسف أنه تم احتواء هذا السفاح وهو كان يقتل في صعده وفي غيرها من المناطق ومع ذلك أدخلوه من اجل يكون داخل مع الناس في الحوار الوطني ولكنه انقلب على المخرجات وهو كان شريك عليها وموقع عليها وانقلب عليها. طيب هذه الدوائر السياسيه التي يعرفها شعبنا اليمني الاذي الذي يقف الان الى جانب الجيش الوطني. كذلك من الجانب الداعمه للموقف للسلطه الشرعيه والشعب اليمني والان يمتلك يعني جيش وطني يقوم الان بخوض معارك في كل المناطق يدافع عن مبادئ يعني هذه المخرجات ويدافع عن الشعب اليمني ويقوم بدحر الانقلابيين من موقع الى موقع في هذه الفتره وانتم تروا وتسمعوا كثير من الانجازات للجيش الوطني وان شاء الله في الفتره القادمه ستسمعون انجازات اكثر واكثر باذن الله. طيب نشرك معنا ايضا من الامارات العربيه المتحده الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز، اهلا بك دكتور عمر. اهلا وسهلا مرحبا حياكم الله. دكتور عمر سألت وزير الدولة عثمان مجلي عن ما الذي تملكه اليوم الرئاسة والحكومة من أوراق قوة على الصعيد الميداني والسياسي، قال ربما الإيمان بالقضية وأيضا التمسك بالمرجعيات الوطنية والقرارات الدولية وأيضا استمرار المعارك في أكثر من جبهة، بالنسبة لك وبشكل واضح يعني وبعيدا ربما قليلا عن فلسفة الأمور، ما هي مكامن وأوراق القوة اليوم لدى الحكومة الشرعية لإنجاز تسوية وإنهاء الانقلاب وإنهاء الحرب؟ منذ البدايات الأولى للانقلاب كان لدى الحكومة الشرعية سلسلة من الأوراق التي تقدم لها ميزات مطلقة وليست نسبية،
وألخص هذه الأوراق فيما يلي: في المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية، القرار الأممي، نتائج مؤتمر الحوار الوطني، هذا على مستوى السنتين الماضيتين فيما يتعلق بالمعادلة السياسية. الأوراق الأخرى الأكثر أهمية هي المقاومة الشعبية الضارية في عديد من المدن اليمنية كما حصل في عدن وفي المكلا وفي التعز وغيرها من المدن اليمنية ممن رفضوا الانقلاب ورفضوا الارتكاس والتراجع على المكتسبات الطبيعية لليمنيين الذين ناضلوا على مدى دهر من الزمن من أجل الانعتاق والحرية والديمقراطية والشفافية والتعددية. الورقة الثانية المهمة جدا هي معادلة الدولة الجديدة، وهي دولة اتحادية تعددية تضع بعين الاعتبار تعظيم التنمية الأفقية والمشاركة الشعبية والقدرة على إعطاء اليمن بعدا مستقبليا بالمعنى الدقيق للكلمة. وهذه الدولة الاتحادية هي ورقة الضمان الاستراتيجي أيضا لمكافحة آلية النظام السابق، وهي آلية فساد شاملة، والدليل على ذلك أن ذلك النظام لم يتورع حتى في نهب الرصيد الاستراتيجي للأموال التي كانت موجودة في البنك المركزي، لأننا نعتبر أن الانقلاب هو امتداد لذلك النظام السابق. وبهذه المناسبة أود الإشارة إلى أن النظام السابق تخلى عنه الوقلاء وتخلى عنه الوطنيون وتخلى عنه كل من له علاقة بالمعاني العميقة للدولة والمعاني العميقة لمعنى الوطن الواحد الكبير والمعاني العميقة أيضا لمعنى أن نكون جزءا طبيعيا من هذا العالم بدلا من أن نكون في حالة إقامة في زمن لا علاقة له بهذا العالم. طيب بالنسبة لتقييمك دكتور عمر، حقيقية بيد الشرعية اليمنية، لكنني أقول أن الأداء السياسي إلى حد ما اعتبره بعض الضعف هنا وهناك، ولكن الآن هنالك حراك حقيقي على المستوى الميداني وعلى المستوى السياسي في تقديري الشخصي له أهمية بالغة، لأن هذا الحراك ليس حراكا قادما من طرف في المعادلة القائمة، ولكن حتى في إطار المعسكر الآخر هنالك حراك، هنالك تخلي حر من قبل كثير من القيادات العسكرية والسياسية عن تحالف الحوثي وصالح. وتبعا لذلك أنا أعتقد أن هذه ستمثل القشة التي ستقسم ظهر البعير إنجاز التعبير. طيب هذا الضعف الأداء السياسي بالنسبة للحكومة الشرعية، مصدر هذا الضعف هل هو فقط داخليا من قبل الحكومة والمسؤولين ومن هم الآن في الواجهة، أم ربما له علاقة وارتباط بالحلفاء وتحديدا هنا التحالف العربي نتحدث عنه؟ أنا أعتقد أن التحالف العربي ترك مسافة إجرائية حقيقية لصالح الحكومة الشرعية. في كل الأحوال التحالف العربي منذ المبادرة الخليجية وما تلا ذلك كان دائما راعيا للعملية السلمية في اليمن على قاعدة الانتقال الطبيعي والمتدرج والهادئ، وترك مسافة حقيقية فيما يتعلق بالمعالجات السياسية ليس الآن فقط ولكن أيضا حتى بعد المبادرة الخليجية. لكننا عندما نتحدث عن مثالب سياسية في الأداء في الشرعية علينا أن نعرف أن الشرعية أيضا ورثت جزء من النظام السابق، آليات النظام السابق، طريقة النظام السابق في إدارة الأمور السياسية، كل هذه المسائل انعكست بطبيعة الحال على البعد الأدائي في المعادلة السياسية، لكن هذا لا 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 يخل بالمعادلة الحقيقية القائمة على قاعدة أن هنالك انقلاب شرعية، وأننا في نهاية المطاف ننظر إلى الأهداف وننظر إلى المعاني الكبرى لما تحمله الشرعية، ولا تهمنا الأفراد ولا يهمنا الأفراد ولا طريقة الأداء، لأن هذه مسألة محكومة بالميزان كما يقال، ولعلهم ينظرون المسائل من زوايا لا ننظر لها نحن الذين نراقب الموقف عن كثب ومن مسافة بعيدة، وبالتالي قد يدركون ما لا ندركه وقد يرون ما لا نرونه، ولكن هذا ليس تبريرا في نهاية المطاف. أنا شخصيا أشعر أن الأداء الميداني الشعبي المقاوم والأداء الوطني العسكري المقاوم والأداء المتعلق بالذاكرة السياسية الشديد الوضوح كان أكثر تقدما نسبيا من الأداء السياسي، لجهة أن الأداء السياسي في الشرعية لم يكن أداء مرنا كما ينبغي، بمعنى لم يكن أداء قادرا على التعامل مع المتغيرات بطريقة ديناميكية. طيب أعود لضيفنا من الرياض وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي. معالي الوزير، الأخبار ربما الآن تتحدث عن مساعي وجهود جديدة ربما لعقد مفاوضات مرتقبة، وفق ما لديكم من معلومات وأنتم قريبين بالتأكيد يعني من مصدر القرار الرسمي، هل هناك أي ترتيبات تحصل الآن وما موقف الحكومة منها؟ إلى حد الآن لا يوجد هناك يعني لدينا أي شيء واضح، لكن جواب الرئاسة والحكومة كان واضح برفضهم
المبادره هذه تقدم بها وزير الخارجيه الامريكي والرباعيه اللي معه. لكن هناك تعديلات اجريت اعتقد ارسلت الى المبعوث الاممي. ولكن الذي استطيع ان اجزم لك عليه واكده انه لا تخلي عن المرجعيات الاساسيه والتي تعتبر استحقاقات الشرعيه للشعب اليمني، واهمها يعني رغم ان هناك يعني فتور فيها في المخرجات الاحضار الوطني، هذا شيء توافق عليه اليمنيين جميعا، واكبر فتور انهم اشركوا هذا الفئه الانقلابيه، ولكن مع ذلك يعتبر مخرج متوافق عليه، لم لا ليس هناك تنازل عنه. المخرجات طيب هذا واضح، ما تم من طلب كذلك يعني لا يمكن التنازل عن ما تم الاتفاق عليه. قرار 22/16 الذي اجمع عليه مجلس الامن، هذه اشياء اساسيه، اي شيء ياتي خارج اطار او يعني طيب هذا واضح. انتم طلبتم في الحكومه طيب طلبتم في الحكومه الشرعيه ان تكون هناك تعديلات على خارطه الطريق المطروحه للحل، وان تكون تحت سقف وربما ضمن سقف المرجعيات الوطنيه والقرارات الدوليه. هل استوعبت هذه الملاحظات من قبلكم وبالتالي عرضت عليكم تعديلات الان؟ لم ياتينا الى حد الان، لم يصلني انا شخصيا اي خبر في هذا الجانب انه استوعبت ام لا، ولكن الذي اكد عليك ان لا قبول بشيء غير هذا الشيء. طيب بالنسبه للجنه التنسيق يعني رقاب شعبنا لهذا الفئه الباغيه مهما حصل من ضغوط سواء غربيه او غيرها، لن نرضى الا بتنفيذ هذه الاشياء ما لم، فان شاء الله شعبنا وجيشنا الوطني قادر على حمايه نفسه وعلى حمايه انجازاته وعلى حمايه ما تم التوافق عليه وتحقيق ان شاء الله تعالى ما هو اكثر. طيب سؤالي الاخير عن لجنه التنسيق والتهدئه التي كان من المفترض ان تلتئم في عمان، ما الذي حصل فيما يخص هذا لجنة التنسيق والتهدئة، التنسيق والتهدئة والتواصل التي كان يفترض أن تلتقي في عمان؟ لجنة التنسيق والتهدئة هي شكلت من قبل فترة في ظهران الجنوب وهم على تواصل أعتقد فيما بينهم، ولكن يا أخي أنا وأنت والمشاهد المتابع في اليمن يعرف يعني أسلوب الحوثيين معهم من الخدع والمكر واستغلال الفرص في هذا الجانب، فأنا أعتقد أنه إلى حد الآن لم يصل النبش إلى أذهان الإنقلابيين، وأنهم ما يزال لديهم نوع من العمل أنهم يحكموا الشعب اليمني بهذا الأسلوب القوة والبطش والقتل والإرهاب وتكميم الأفواه، وهذا الذي لا يمكن أن يسير، ويجب عليهم أن يفهموا أن هناك شعب يمني حر من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، سيواجههم يوما بعد يوم، وان شاء الله يعني سينتحرون بفضل الله اولا وبجهود وسواعد الرجال المقاومين في الميدان وبجهود كل القيادات المخصصه من امن شعبنا اليمني. شكرا جزيلا لك عثمان مجلي وزير الدوله لشؤون مجلسي النواب والشورى، كنت معنا من الرياض. اعود لضيفي من الامارات العربيه المتحده الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر، بالنسبه للتجاذبات الاقليميه والدوليه الحاصله في ظل المعطيات الحاليه الان وعمليه السلام المرتقبه، كيف تنظر لها؟ انا اعتقد ان هنالك توافق دولي واقليمي حقيقي فيما يتعلق بالمعادله اليمنيه. من حسن الحظ هي المعادله التي استاثرت بهذه الميزه او بهذه المثابه الايجابيه مع استثناء ايران بطبيعه الحال، النظام الايراني. ما عدا ذلك انا اعتقد ان هنالك توافق اقليمي من حيث الجوهر وهو توافق حقيقي، وهنالك ايضا توافق دولي، وهذه التوافقيه ظهرت تماما قبيل المبادرة الخليجية من جهة، وبعد المبادرة الخليجية من خلال الرعاة العشرة، وأيضا من خلال التوافق في الأمم المتحدة في عديد من المحطات التي تناولت المسألة اليمنية، سواء في بعض البيانات السياسية أو في قرار مجلس الأمن المركزي برقم 22/16، وأيضا حتى الذين كانوا يراهنون على أن يكون هنالك موقف روسي أو موقف صيني ذو طابع خاص، وجدنا ان الموقف الروسي يتناغم في نهايه المطاف مع الشرعيه اليمنيه والاعتراف بالشرعيه اليمنيه، مع اعتماد وسيله قد تكون مغايره بهذا القدر او ذاك فيما يتعلق بالمعالجه على الارض او الميدانيه. هنالك ايضا الموقف الصيني الذي اسفر عن راي قاطع مانع يتعلق بتعييد وتأييد الشرعيه اليمنيه والتعامل مع الشرعيه اليمنيه. معنى اخر أن هنالك بالفعل توافق على المستوى الإقليمي والدولي مع استثناءات تتعلق بإيران وأيضا جيب من جيوب لبنان فيما يسمى أو في جيب حزب الله،
اللبناني الذي يقوم بدور مباشر في دعم بعض الميليشيات الأيديولوجية وليس الجميع حتى. وبالتالي من هذه الزاوية أنا أعتقد أن تلك كانت وما زالت قيمة استثنائية في معادلة الحل السياسي الذي يرضي القبول الإقليمي والدولي من حيث الجوهر. طيب سأعود لك دكتور عمر لنتحدث عن النقطة. الزمن السياسي لابد أن يتحرك بالتوازي مع هذه المسألة، لأن العالم لن ينتظر مديدا وطويلا حتى تحل المشكلة، سواء بالمعنى السياسي للكلمة أو بالمعنى البداية. طيب دكتور عمر سأعود لك لنتحدث عن نقطة مهمة أشرت إليها، أنه ربما هناك حالة إجماع من جميع القوى الدولية حول الوضع في اليمن، وقلت أنه هناك ربما بعض الاستثناءات من الجانب الإيراني وفصيل في لبنان، لكن هذا الاستثناء هو له علاقة وتحالفات مع القوى الكبرى، وتحديدا حديث هنا عن روسيا، وأيضا ارتباطات بملفات شائكة أخرى في الشرق الأوسط. سنعود نتحدث معك في هذه النقطة، لكن نشرك معنا في النقاش الآن الباحث السياسي نبيل البكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. وبضيفك الكريم وبالمشاهدين الأكارم. أستاذ نبيل، ما تملكه اليوم الحكومة الشرعية والرئاسة من مكاسب سواء على الصعيد السياسي والعسكري، هل هو كفيل باستعادة الدولة ولو مرحليا في المرحلة المقبلة، أم هذا ما يزال في طور الأحلام؟ بداية، عام سعيد ومجيد على الجميع في هذا العالم الواسع. أنا باعتقادي فيما يتعلق بهذه المسألة، نحن يجب أن ننظر أولا من زاوية أين كنا قبل عام من هذه اللحظة التي نعيشها اليوم، أين كان وضع اليمن السياسي والعسكري والأمني. وأنا باعتقادي أنه المقارنة بين نقطة ما قبل عام من الآن والآن هي لا شك تعطينا دفعات كبيرة من الأمل والتفاؤل عن إمكانية تحقيق المزيد من النجاح والانتصارات على مستوى القضية الوطنية، وما شابه من تحديات وإخفاقات، لكن أنا باعتقادي أنه النجاحات أيضا لا يمكن إغفالها وكانت كبيرة، بحيث أنها تدفعنا إلى المزيد من تحقيق مزيد من النجاح على كل المستويات. صحيح هناك إخفاقات كما ذكرنا، لكن هذه الإخفاقات أيضا تأتي في إطار صيرورة تاريخية، لأن الوضع في الأوطان هي الوضع الطبيعي هو السلام وليس الحروب. الحروب هي أشياء طارئة على المشهد السياسي وعلى الاجتماع البشري، لكن ربما في تاريخ اليمن الحديث أنها هي ربما الأساس والأكثر يعني وليست استثناء. لا شك أنه نحن عشنا كيمنيين محطات صراعات لا بأس بها، لكن لم تكن هي الغالبة على مراحل الاستقرار لا شك في ذلك. طيب نعم تفضل دكتور أستاذ نبيل. وبالتالي أنا باعتقادي أنه ما تحقق خلال عام كفيل بإنهاء مزيد أو بتحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات على كل المستويات، فقط نحن بحاجة إلى إعادة تقييم ما تم خلال الفترة الماضية تشخيص المشهد بدقة وموضوعية، بحيث نرى أين أخفقنا وأين نجحنا، لنتجاوز مسائل الإخفاقات بإصلاح هذه المنظومة التي أخفقنا فيها، وتجاوز كل العقبات التي كانت أو التي ضغطت أو التي كانت عائقا أمام إنجاز المهمات التي كان يفترض أن تنجز خلال العام الماضي. طيب أعود لضيفنا من الإمارات دكتور عمر. دكتور عمر، تحدثت عن إجماع دولي وحالة إجماع ربما واسعة فيما يخص أهمية أن يوجد حل في اليمن، واستثنيت ربما إيران وفصيل في لبنان. علاقة هذا الاستثناء الإيراني ربما أيضا هناك الحليف الروسي وارتباطه بإيران، وأيضا مصالح متبادلة فيما بينهم، والملفات الشائكة الأخرى ربما سوريا الأبرز الآن. أنا أعتقد أنه فيما يتعلق بالموقف الروسي علينا أن نقرأه قراءة واضحة المعالم، وهو موقف مختلف عن الموقف الروسي في سوريا لحسابات جيوسياسية ولحسابات استراتيجية تعنى بها السلطة الروسية كسلطة كبيرة وكدولة كبيرة. ولكن فيما يتعلق باليمن، الأساس في الموقف الروسي هو دعم الشرعية اليمنية أو التوافق على أن تعالج المشاكل السياسية في إطار الشرعية اليمنية وكامل المرجعيات التي تم التوافق عليها. والدليل على ذلك عدم التصويت للقرار 22/16 بعدم رفع الفيتو، أي بمعنى بالإجازة الضمنية فيما يمكن أن يسمى منزلة بين المنزلتين.
وهكذا دعمت روسيا على أن تقول وتفعل وتمارس عمليا فيما يتعلق دعمت 2216 لكنها عطلت مشاريع قرارات أخرى ربما الإدارة الروسية. لا معلوماتي ليس هنالك تعطيل بالمعنى الدقيق للكلمة لأي قرارات، كانت هنالك بعض البيانات الرئاسية ولكن روسيا لم تعترض بالمعنى الذي يصل فيها إلى حد رفع الفيتو. وبمعنى آخر أن علينا أن ننظر لهذه المسألة بنظرة تتعلق بحسابات روسيا الجيوسياسية على مستوى المواجهة الافتراضية العالمية وسوء العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة في عديد من الملفات الإقليمية والدولية، ولكنهم في الأخير لا يتكتلون ولا يقفون ولا يدعمون الانقلاب بحال من الأحوال. طيب هل يمكن أن نشهد تسوية في اليمن وتكون وفق ربما تسوية ومقايضة ما بين القوى المتحكمة اليوم؟ مما لا جدال فيه أن أي تسوية سياسية سيكون لها أبعاد إقليمية ودولية لا محالة في هذه المسألة، وهذا سياق طبيعي للتسويات السياسية خاصة فيما يتعلق بالبؤر الساخنة والبؤر ذات الأهمية الجيوسياسية الاستراتيجية، واليمن تعتبر واحدة من هذه المناطق، وبالتالي مثل هذه التسوية يمكن أن تجري على نحو إيجابي، خاصة وأننا نتمتع بسياسة عدم كسر عظم بين المختلفين دوليا أو إقليميا. نستطيع أن نقول أن هنالك نوع من القبول الضمني بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا الاتحادية وعديد الحلفاء الذين معهما فيما يتعلق بتسوية المشكلة اليمنية، ولكن الوحيدين الذين لديهم مشروع تصدير نموذج هم النموذج الإيراني، وهو نموذج مجير في نهاية المطاف على المحافظين. طيب. أو ما يمكن أن يسمى بمؤسسة الملال الدينية السياسية، تلك المؤسسة التي ما زالت تعتقد وتؤمن إيمانا عقائديا بأن عليها أن تعمل نموذجها وهو نموذج ثوراتي. طيب دكتور عمر في نص دقيقة، لم يتبقى لدي سوى دقيقة ونصف، في نص دقيقة قبل أن أختم مع الأستاذ نبيل بوكيري، نحن على بعد 3 أسابيع تقريبا من دخول ترامب رسميا إلى البيت الأبيض، وبالتالي نكون أمام إدارة أمريكية جديدة. هناك من يراهن على أن هذه الإدارة ربما قادرة على إحداث خرق في الملف اليمني، هل تتفق مع هذا الرهان وهذا الطرح؟ مما لا جدال فيه أن الإدارة الأمريكية القادمة ستبني رؤيتها على ما كان، ستبني رؤيتها على معطيات الملف أساسا من حيث الجوهر، وهذا هو دائم الإدارات في الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية. علينا أن نفصل إجرائيا بين الخطاب الانتخابي وبين التفارقات والتعارضات في الرؤى داخل الولايات المتحدة وبين الأجندات المرتبطة بملفات واضحة المعالم. الولايات المتحدة لديها قراءة للمسألة اليمنية منذ ستينات القرن المنصرم وإلى يومنا هذا، ولديها ملفات تعرف تماما أنها عندما تفتح مثل هذه الملفات تفتحها على قاعدة التراكم وعلى قاعدة رصد التسلسل المنطقي في علاقة الولايات المتحدة بهذا الملف. ومن هذه الزاوية نحن نعتقد أن الإدارة السياسية الأمريكية القادمة ستكون إدارة مؤسسية كما هو الحال بالنسبة للإدارة السياسية الروسية، وبالتالي قواعد المعايير الضابطة والحاكمة لهذه الإدارات المجيرة على هذه الدول الكبرى هي قواعد معايير أكثر انضباطا وأكثر معيارية وأكثر إبستيمولوجية حتى. أوكي، شكرا جزيلا لك دكتور عمر عبد العزيز. نختم مع ضيفنا الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل البكيري، إذن رؤيتك أنت وتعليقك فيما يخص ربما التعويل على الإدارة الأمريكية الجديدة وأيضا الموقف الروسي وبشكل عام يعني التجاذبات الإقليمية والدولية الحاصلة والملف اليمني مهم بالنسبة للجميع. بداية أجدني أتفق تماما وكلية مع مطرحه الدكتور عمر عبد العزيز فيما يتعلق ب الموقف الروسي في اليمن والموقف الأمريكي أيضا. هناك موقف ربما شبه ثابت في الجانب الروسي في الملف اليمني على عكس الموقف منه في سوريا اليوم وتحولاته المتسارعة. على عكس الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي أنا اعتقادي أنه الجديد في الجانب الأمريكي هو ملف الأقليات الطائفية والأقليات التي تبدأ دائما السياسة الخارجية الأمريكية منذ سنوات الربيع العربي الأولى حتى الآن، وهي تتحدث عن من منظور ومن منطق الانطلاق عن حقوق الطوائف والأقليات، وهي تقصد بذلك استراتيجية جديدة في الإدارة الأمريكية تسعى إلى تمكين الأقليات على حساب الأكثرية العامة فيها وعلى حساب أيضا النظم السياسية الحاكمة
التي ينبغي أن تكون نتاج طبيعي لثورة الربيع العربي هو أنظمة ديمقراطية، لكن للأسف الاستراتيجية الأمريكية الديمقراطية حتى الآن أثبتت فشلا ذريعا في مقاربتها المسألة السياسية في العالم العربي وبلدان الربيع العربي. شكرا لك أستاذ نبيل البكيري، وأنا مضطر لمقاطعتك على أمل أن نلتقي معك ونتواصل في 2017. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا لضيوفنا في هذه الحلقة، عثمان مجلي الوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، وأيضا ضيفنا من الإمارات دكتور عمر عبد العزيز. كل عام وأنتم بخير. انتهت هذه الحلقة من زاوية الحدث، تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة محمد القاسم، كونوا بخير.